الشيخ زايد رحمة الله عليه من أفضل المؤسسات خدمة للإنسان بشكل عام وليس لأمة دون أخرى. الشيخ زايد شيخ الإنسانية رحمة الله عليه، وهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت كل ما مجهوداتها من أجل الجرحى. اليوم بفضل الله تم تدشين توزيع جواري كهربائية إلى المعاقين برعاية مؤسسة الشيخ زايد حفظه الله أو رحمه الله، ونشكرهم على مجهوداتهم هذا تجاه الجرحى بشكل عام، تجاه اهتمامهم بالجرحى وتعاونهم معنا.